بالكامل. تعالوا نخش على ترند الاهلي ونشوف ايه الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي بالتحديد قبل مباراه اليوم امام انبي، ونبتدي بحساب يلا كوره. حساب يلا كوره قال لك او بيتوقع تشكيل الاهلي لمواجهه انبي في حراسه المرمى محمد الشناوي، الحمد لله سليم مليون في الميه. خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعه، محمد هاني، كريم فؤاد. في نص الملعب كوكا، محمد مجدي قفشه، وقدامهم طاهر محمد طاهر او الشحات، واحمد عبد القادر، وبيرسي تاو، ومحمد شريف. كل الخوف يا ربنا يستر يعني ما يبقاش في اي اصابات بالنسبه للاهلي قبل مباراه الوداد، بخلاف الاصابات الموجوده اللي بعضهم باذن الله هيلحق مباراه الوداد. طيب الوطن الرياضي بيتكلموا كمان عن تشكيل الاهلي المتوقع لمباراه اليوم، بيقولوا ان ممكن يكون علي لطفي حراسه المرمى النهارده، علي معلول، محمد هاني، محمود متولي ممكن يعود بعد غياب طويل بسبب الاصابات، وكريم فؤاد، وكوكا، قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمد شريف. طيب حساب جول على تويتر بيقول ان موسيماني في مهمه صعبه امام انبي بالدوري المصري، 8 غيابات في التشكيل الاساسي للاهلي، 7 للاصابه، 1 للايقاف. خلوا بالكم يا جماعه بقى، ما دي برده نقطه مهمه، هخلص الخبر ده واتكلم فيها لان لازم نكون احنا واخدين بالنا من حاجه زي كده. اولا الاصابات بتتمثل في مين؟ في محمد عبد المنعم ضمه، عمرو السوليه خلفيه وان شاء الله يقترب من العوده، حمدي فتحي الام في الحوض ان شاء الله يقدر يشارك، او بعض الاصابات العضليه او اصابه عضليه يعني، اليو ديانج كدمه في الركبه، ياسر ابراهيم شد، بدر بنون يعني يا دوب لسه بيحاول يرجع من الاصابه الطويله بسبب كورونا، تداعيات فيروس كورونا، وميكي سوني اصابته طويله شويه، وايمن اشرف موقوف. دي اصابات النادي الاهلي. تعالى لي بقى كده يا بيبو في النقطه دي، لان الكلام في الموضوع ده مهم جدا. مش عايزين يا جماعه ان احنا نبقى عامل ضغط على الفرقه، الفرقه بتمر بمرحله حاسمه ومهمه جدا. تعادلنا، كسبنا، خسرنا، لان في بعض الاحيان كسبنا بس في ناس تقعد تنطق تقول احنا وحشين، مش ده وقته والله خالص، اقسم بالله ما ده وقته. لازم الفتره دي انت جنب فرقتك، في ظهر فرقتك، حتى لو تعادلت حتى لو خسرت، فتره من ضمن فترات الحصاد انك تحصد القاب، اهم لقب في الالقاب دي دوري ابطال افريقيا، وبعد كده مع نهايه الموسم ممكن تحصد لقب اخر والدوري باذن الله، لسه الدوري طويل وعندك افضليه فيه. لو كسبت كل مبارياتك المؤجله هيبقى فرق 5 نقط، تمام؟ فواحده واحده على لاعبتنا ورجالتنا وجهازنا الفني. ننتقد بس ما نهدمش في الفرقه، مش دلوقتي خالص خالص. المصلحه بتقتضي المسانده والدعم والله العظيم. فدي نقطه مهمه جدا. تعالوا نروح لخبر اخر. انا بقول الكلام ده تحسبا لا قدر الله اي مثلا نتيجه مش مرغوب فيها النهارده يعني. اليوم السابع بيقول لك ماذا قدم الاهلي وانبي قبل صدام الدوري، هم عاملين احصائيه يعني للمباريات، الاهلي في المركز الثالث بس ليه مباريات مؤجله، وانبي في المركز التاسع، انبي عنده 24 نقطه، الاهلي 34 نقطه، انبي لعب 18 مباراه، الاهلي لعب 15 بس. انبي فاز في 5، الاهلي فاز في 10، انبي تعادل في 9، الاهلي تعادل في 4، انبي خسر 4 ماتشات، الاهلي خسر ماتش واحد فقط، و انبي سجل 21 هدف والاهلي سجل 32 هدف، انبي استقبل 21 والاهلي استقبل 10 فقط. اخر مباراه امام المقاولون لانبي وانتهت بالتعادل 2-2، واخر مباراه للاهلي كانت مع البنك وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وكان فيه هدف في الصندوق.